مشبوم ولا يوسف صاحب شركه بمارينا اكادير. انا من الابناء ديال مدينه اكادير وكان جيري جوج ديال الشركات اخرين. المشكل اللي وقع لينا مع مارينا كانوا زادوا علينا واحد الزياده ديال كاين اللي زادوا عليه 50%، كاين اللي زادوا عليه 150%، كاين اللي زادوا عليه 40%. تقبلنا ديك الزياده وادينا الواجب وخدمنا، وجات ظروف ديال كورونا وراه الناس كلشي كتعرف باللي راه ديك الوقيته راه ما كان خدام حتى حد، راه السياحه كانت واقفه في المغرب كامل في العالم كامل. وقفنا الوقيته اللي جينا فاش تلقونا باش نخدموا، جينا عند دوك الناس قلنا لهم بغينا نخلصوا باش نخدموا، قال لنا ودي خصكم تصبروا. نط الجمعيه اللي كانت كتكون من 17 الشركه قالت لينا ما تخلصوش، راه هاد الناس هادو زادوا علينا، راه هاد الشيء اللي زادوا راه كثير، غادي نتفاوضوا معاهم باش ينقصوا لينا في الثمن. فعلا حنا جلسنا واحد الوقيته كنتسناو باش مارينا تعيط لينا تفاوض معنا وتنقص لينا في الثمن. واحد الوقيته هادوك الناس اللي كانوا معنا في الجمعيه خرجوا من الجمعيه، خمسه ديال الناس داروا جمعيه اخرى ومشاو خلصوا وشدوا الرخص ديالهم، وحنا ما عطاناش هذاك السيد الرخصه ديالنا، المدير مارينا ما عطاناش الرخصه ديالنا، قال لنا انتوما ما بغاوكمش هاد الناس تخدموا في مارينا لاسباب راه الناس كلها كتعرفهم، الا بغيتو نذكروهم راه نذكروهم ما كاين حتى مشكل. كاين كل واحد لقى ليه المدير السبه ديالو، كاين اللي قال ليه انت عندك باركو ديال الحديد خصك تجيب باركو ديال البوليستير، كاين اللي قال ليه انت عندك باركو تسببتي لينا باش جبنا الدراكاج المارينا، كاين اللي قال ليه انت صرحتي على حساب البارك، كاين اللي قال ليه انت كدير لينا الصداع في مارينا، كاين اللي قال ليه انت كتوسخ لينا مارينا. هادو هما الاسباب علاش هذا الراجل ما بغاش يعطينا الرخصه. ورغم كلشي راه كاين السلطات في مارينا، كاين الجندرم، كاين الدرك، كاين البوليس، كاين القايد، كاين الشيخ، كاينين الناس اللي مسؤولين على مارينا. هاد الناس اللي كانوا خدامين في مارينا الا كانوا كيديروا شي حاجه اللي كتخالف القانون راه كاينين الناس هما اللي غادي يتعاملوا معاهم، ماشي هو يعطيك يقول لك لا سيدي ما غنعطيك انت لحقاش انت هضرتي على البارك، انت خصك تجيب باركو ديال البوليستير، عندك باركو ديال الحديد ما خدامش، وهذاك الباركو ديال الحديد خدام 22 عام. واحد الباركو ديال العود كان كيخرج من مارينا كيوقف، كاين نهار كانت الرمله كتحبسو وسط الشارج، نهار كيوقف في مارينا كيكون هذاك الباركو هز تقريبا 25 ديال الاجانب، كيوقف الباركو وسط مارينا كيغوتو نص الاجانب كينوض الصداع. كنضطرو حنا صحاب المراكب كنضطرو نديو المراكب ديالنا ونعاونو ذاك الباطو حتى كنخرجوه. وفي الاخر قال لهذاك الراجل ما نعطيكش الرخصه لحقاش انت سببتي ليا باش نجيب الدراكاج، سببتي ليا ب 700 مليون خلصتها باش يدراكي مارينا. بحال هذاك الراجل هو اللي تسبب ليه، ومارينا كان الباب ديالها عامر، كانوا الباطوات ديما كيوقفوا تما وما عطاهش الرخصه، واضطر هذاك السيد باش يدي المركب ديالو حتى للحسيمه. راه المركب ديالو دابا كاين في الحسيمه وما خدام، واول مركب في المغرب، اول مركب في المغرب اللي دار هاد الخدمه ديال السياحه، وراه معروف راه كتعرفوا اكادير كامل، راه السميه ديالو كراليس، ومولاه بوعزه معروف، وكاع الناس القدام راه كيعرفوا هذاك السيد في اكادير. انا كنسير شركه ديالي اللي كتسمى شركه اكادير بوت رنت، وشركه ديالي، وكنسير جوج شركات اخرين، وحده ديال واحد الاجنبي راه مرض مشى للطليان، مشى فحالو، قال لك انا المغرب هاد الناس هادو ما عندي ما ندير هنا. وكاين شركه اخرى ديال واحد السيد اخر كنسيرها ليه، اللي كيتكونوا ثلاثه الشركات تقريبا من واحد 9 ديال 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 العمال ولا 10 العمال. عاد كاينين ناس اخرين كيخدموا برا على الناس اللي في الشركه، كاينين الناس ديال ترونسبور، كاينين الناس ديال الطاكسيات، كاينين الناس اللي كيخدموا معنا لي ميكانيسيان لي تريسيان، كاينين الناس اللي خدامين معنا خدمه غير مباشره، ولكن كنوصلوا عندهم، كنخدموا لي طابيسي، كنخدموا السباغه، كنعاونوا في الاقتصاد ديال البلاد. وحنا كنطلبوا من هاد الناس ياخذوا بعين الاعتبار هاد الناس كاملين دابا اللي تشردوا وما بقاوش خدامين، ولي كابيتان والبحريه الوراق ديالهم ديال البحر عندهم الوراق ديال البريزونس، ما عندهمش ديال لابيش، يعني هذوك الناس الا حبستيهم البريزونس راه ما عندهم فين يخدموا. كنوجهوا هذه الكلمه للناس ديال لامارين والولايه
والناس المسؤولين بلي هذوك الناس راه عندهم الوراق ديال البريزونس، ما عندهمش الوراق ديال لابيش، يعني الا حبستيه ما يخدمش في مارينا راه داك السيد ما عنده فين يخدم وما عنده ما يدير. الحلول اولا، الحل الوحيد اللي كاين هما هاد الناس، راه مارينا راه ما عندهاش شي واحد شي كابيتان اللي كيعرف بحق البحر، لان اي مرسف في المغرب راه كيكون فيها واحد المسؤول، وهذاك المسؤول اللي كيكون راه كيكون اما دايره الدوله، والا كان البريفي كيكون شي انسان اللي مدوز البحر، اللي عارف البحر وعارف القيمه البحري وعارف القيمه ديال الريس وعارف البرك واش كيسواو، وعارف دوك الناس اللي كيدوزوا العام كامل وهما في الشمس 9 شهور وما في الشمس باش يخدموا شهرين في العام. خص الانسان اللي يكون كيعرف هذا الميتي، وكنطلبوا من الناس المسؤولين راه حنا دقينا البيبان، راه ما خلينا فين دقينا. هاد الهضره غنقول راه دقينا البيبان، وكاينين شي ناس ملي كتوصل عندهم كيقول لكم راه نتوما مظلومين، وهاد الشيء راه كلشي عارفين، السلطات ديال اكادير كاملين اللي دخلنا عنده كيقول لك نتوما راكم مظلومين، وكندلوا بالاحكام ديالنا، لان كاينين الناس مخلصين ومحكومين بالافراغ ماشي بالاداء، بالافراغ، لان واحد الانسان مخلص ومحكوم بالافراغ فين غيمشي هذا الانسان؟ راه ما عندنا حتى شي مارينا، راه واحد مارينا اللي كاينه، كنمشيو لياخت كلوب، ياخت كلوب راه كاين في الداخل ديال المرسى، يعني راه ما يمكنلكش انت الكليان تهز الكليان وتديهم تدخلهم للمرسى، راه كاين بوليس، كاين جوندارم، كاين ديوانه، وما كتسمحش لينا حتى الخدمه ديالنا باش الكليان تقول لي يلا دخل المرسى، ما غاديش تديه انت للمرسى باش يخرج معاك للبحر، راه ما عندناش فين نديو هاد الناس حنا، وهذوك المراكب اللي عندنا راه ما عندناش فين نديوهم، راه ما كاينه حتى شي مارينا، كون كانت شي مارينا قريبه اكادير راه غادي نمشيو ليها، ونعاود نقولها راه هادي راه ماشي مارينا، كانت مارينا، فاش تحلات مارينا كانوا البونتونات وكان الضو وكانوا الناس خدامين، وكانوا الناس اللي مقابلين هاد ديك مارينا، دابا راه مارينا راه مهمشة، وهادشي راه في صالح، راه كلشي الناس كيعرفوه، راه السلطات ديال المغرب كاملة كتعرف هادشي، لأن هادشي كان داز في البرلمان، وهضر السي الوزير اللي كان مسبقا على هادشي، وقال لهم أودي ديك مارينا خصها تصاوب، ودوك الناس راه كاين سوء تسيير في ديك مارينا ديال أكادير، وهاد الناس حتى واحد ما خد بالاعتبار ودار شي مبادرة باش تصلح ديك مارينا ونشوفوا دوك الناس مالهم. وكنقولوا لهاد الناس اللي مسؤولين على أكادير، راه المتنفس الوحيد اللي كاين في أكادير راه هو مارينا، راه الناس راه ما عندهم فين يمشيو في أكادير، الناس راه كيجيو ملي كيجيو لأكادير كيمشيو للبحر، وخط البحر ديال أكادير ما بقاش بحر ديال أكادير، كان بحر، دابا الناس راه كيمشيو للنواحي ديال أكادير، ولكن ملي كيبغيو يشربوا قهوة ولا يبغيو يتبردوا ملي كيكون سخون الحال راه كيجيو للمارينا، كيدخلوا للمارينا يجلسوا، راه ما كاين فيها والو. وكنطلبوا من الناس المسؤولين يعاودوا يشوفوا هادشي، المشاكل اللي واقعين لينا راه ما يزيد على 120 خدام، راه الناس تشردت، راه منهم أنا، راه كنت خدام ودرت مشروع ديالي، بديت بواحد المركب باش بديت وخدمت، وعاونوني الناس وعاونوني حتى السلطات، راه ما نساوش الناس، تعاونوا معنا الناس كاملين وخدمنا الناس معنا، وقلنا راه صوبينا، وواحد النهار وكتفيق مع الصباح كتلقى ما بقى عندك والو، ما عندك حتى باش حتى علاش تركب ما عندكش، يعني هاد الناس راه شردوا عائلات كاملين، هكذاك كي غنقول هكذاك شردوا الناس. وكاينين الناس، كاين 17 شركه دازت في المحكمه، لان داك السيد راه صيفطنا حنا 17 شركه للمحكمه، وحكمات علينا المحكمه بالافراغ كاملين، 17 شركه تحكمنا بالافراغ، 6 خدامين ما عرفتش هذوك الناس واش هما حنا مغاربه وهما ماشي مغاربه، ولا هما مغاربه وحنا ماشي مغاربه، 11 شركه قالوا لهم انتم ما غنجددوش معاكم، ما غاديش نعطيوكم الرخصه، هزوا الباطوات ديالكم، وكيصيفطوا لنا في العون القضائي، وكيدير لي ورا المغاربه راه سيرتو الناس اكادير، راه عرفتي انا نهار جا عندي عون قضائي سولته، قال لي انا عون قضائي ما عمر عرفت عون قضائي، انا نهار جا عندي قلت له اش كدير انت انا ما عرفتكش، عون قضائي كتعاون القاضي، قال لي لا انا راه جاي نبلغ عليك الحكم، راه الناس حكموا عليك باش تهز الباطوات ديالك وتخوي هاد البلاد، هاد مارينا تخويها، تحيد البطوات ديالك من اكادير، شوف فين ديهم، ديهم لطنجة ولا ديهم للعيون، قلت ليه ما يمكنش، انا هاد الناس مخلصهم، وكاينين ما يزيد على 11 شركة مخلصين، الناس كلشي مخلصين، يعني الناس بغيت تخدم خصك تخلص،
وهاد الناس راه هذا الشيء اللي كاين. حنا كنطلبوا من هاد المسؤولين ديال مدينه اكادير اللي دقينا عليهم، مشينا عند السيد النائب الثاني ديال السي عزيز خنوش واستقبلنا وعطانا وقت وكنشكروه على ديك الوقت اللي عطانا، واتصل بالناس المسؤولين ديال مارينا وقال لهم هاد الناس هادو علاش ما بغيتوش تعطيهم الرخص وكيعطيو شي اعذار اللي ما كاينينش. راه سبقت قلتهم الاعذار اللي كيعطيو هادوك الناس اللي كيقولوا بلي حنا كنسخو مارينا، حنا كنهرسو، حنا كنديروا الفوضى، بحال الا ما كاينينش السلطات في مارينا، كاينين غير هما اللي كيحكموا في ديك مارينا. راه ونعاود نقولها، راه كاينين السلطات الا كنا كنديروا شي حاجه اللي ماشي هي قانونيه ولا كنوسخوا البيئه، راه كاين الشرطه ديال البيئه، كاينين الناس اللي مسؤولين على كل شيء مسؤولين عليه. هادو هما لو كنطلبوا من السيد الوالي يدخل لينا يشوف لينا هذا المشكل ديالنا، راه تشردنا، راه ما يزيد على 120 عائله راه تشردات، راه منهم انا اللي كنهضر قدام الكاميرا، انا راه تشردت، راه وقفت وناس اخرين كلهم وقفوا، وكنطلبوا من الله وصاحب الجلاله يدير لينا خير ويدير لينا شي تاوين الخير في هذا المشكل اللي كنعانيه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد قناة ريمال تي في.